وعايزين نبتدي معاك انت وليد وقصتك مع كرة القدم، ويعني ابتديت امتى ومين اللي اكتشف الموهبة دي فيك وحصل معاك ايه لغاية لما بقيت هداف النسخة الأولى من دوري قصار القمح؟ طبعا بتشرف بحضرتك طبعا قبل أي حاجة. وأنا بديت كورة وأنا عندي 9 سنين ولعبت في أندية وجالي عروض كتيرة من بره بس ما حصلش نصيب، جالي من تركيا ومن الكويت بس ما حصلش نصيب، بس حمدت ربنا طبعا كان كاتب لي خير إن شاء الله الحمد لله يعني. وتابعت على السوشيال ميديا، انا قبل ما اتابع على السوشيال ميديا كنت بلعب في جروب الهواه مسميه كره متجوزين، الناس المتجوزه بس، بقياده الكابتن عماد، فانا شاركت فيه ومن خلاله واحد كلمني على السوشيال ميديا، الكابتن محمد العطفي كلمني وقال لي عاملين منتخب قصار القامه، فعجبتني الفكره اتواصلت معاه وتواصلت مع استاذ علي شعبان طبعا كل الشكر ليه طبعا على المجهود بقاله 4 5 سنين. وبدانا 5 لعيبه يعني احنا عملنا يعني يعتبر عملنا منتخب قبل ما نعمل الدوري. دي حقيقة. اوكي. وبدأنا 5 لعيبة على من 4 سنين، مرة مع التاني الحمد لله حاولنا برضك وما ما يئسناش خالص واستمرنا في مجهودنا، وأندية ورحنا وجينا ورحنا في كذا حتة كتيرة جدا، والحمد لله يعني بنشكر دكتور أشرف صبحي طبعا على الدعم الجامد لينا، والدكتور حسام الدين مصطفى طبعا رئيس اللجنة البارالمبية، والأستاذ عماد رمضان، وبصراحة عملنا الدوري والحمد لله يعني بشكل جميل جدا، عملنا الدوري وحققنا بقينا حوالي 120 لاعب دلوقتي على مدار سنتين 120 لاعب، فموضوع بسم الله ما شاء الله. وطبعا بنصح اي ام او اي اب طبعا على المستوى العالم كله، اي اب او اي ام اي طفل من ذوي الاهتمامات الاحتياجات الخاصه اتمنى ما تحبسوش، خرجوا.